لازم الواحد يبلش صباحه أول أيام عيد الفطر بالقهوة مع الحلو. هاي المعلومة خاطئة 100%، تابعوا معنا لتعرفوا المعلومة الصحيحة. خلال فترة رمضان بتكون المعدة تعودت على البقاء من غير عمليات هضمية خلال أقل شيء 13 ساعة يومياً. في أول أيام العيد إذا بلشنا بالكافيين وبالحلويات رح يصير في اضطرابات معوية وسوء في عمليات الهضم. أول أيام العيد لازم أولاً نفطر الصبح قبل ما نروح على الصلاة لحتى نقدر نبلش بعمليات الهضم داخل المعدة. رقم 2، ما رح نحرمكم من الحلويات، ولكن لازم يكون الاعتدال في تناول الحلويات حتى ما نصاب بالتلبكات المعوية وسوء الهضم. رقم 3، الابتعاد عن الأكل اللي بيحتوي على كميات عالية من الدهون مثل الوجبات السريعة عشان ما يعملنا زيادة في التلبكات المعوية. كل عام وانتم بخير، وينعاد عليكم بالخير والصحة والسعادة.